هذا وعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم بعد زيارة للمملكة العربية السعودية، التقى خلالها بأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وعقد معه جلسة مباحثات تركزت على العلاقات الأخوية المتميزة والمستجدات في المنطقة، بالإضافة إلى مجمل التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر المملكة العربية السعودية الشقيقة عائدا إلى أرض الوطن، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الرياض ومعالي سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية وأعضاء السفارة البحرينية في الرياض.